فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا قليلا أو كثيرا. سبحان الله، هذا الحديث علاج. بعض الناس يقول اختلفوا في كذا واختلفوا في كذا واختلفوا في كذا واختلفوا في كذا، قالت الجهمية وقالت المعتزلة وقالت الرافضة وقالت الخوارج وقالت جماعة الإخوان المفلسين وقالت التبليغ وقالت الصوفية وقالت كذا، اختلاف كثير. أين المفر؟ اختلاف كثير شوش علي. لا لا، قد عالج ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ما قال اختلافا، ما قال يسيرا، قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني مع الاختلاف الكثير فعليكم بايش؟ بسنتي. ما عالج إلى أن وصل إلى أقصاه الاختلاف قليل أو كثير، فلا يكون الإنسان مشوش. إنما التشويش الذي حصل منه بسبب أنه نظر إلى الاختلاف الكثير المرض، ونظر إلى الداء ولم ينظر إلى إيش؟ إلى الدواء الذي جاء في سياق واحد في حديث العرباض ابن سارية. فهذه التشويشات لأنه لم يجتهد في طلب العلاج، وكان قلبه فارغا فتلقى إيش؟ الأدواء. لكن لو كان قد اجتهد في العلاج لدفع هذا العلاج الداء الذي هو الاختلاف إيش؟ الكثير. نعم. ثم قال وفي رواية له، وفي رواية له تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، الليل والنهار سواء. لكن كيف يكون هذا؟ بالكشافات، كشف الجوال؟ لا، بالتمسك بكتاب الله وبالسنة النبوية. ليلها كنهارها، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. متى يكون، متى تكون الظلمة؟ إذا تركت الوحي فأصبح عندك النهار كأنه ليل. لكن إذا أخذت بالسنة ليلها كنهارها، تشبيه عجيب. إذا تركت السنة أصبح النهار عندك ليل، وإذا أخذت بالسنة الليل عندك إيش؟ نهار، لنور الكتاب والسنة. فلا تلتبس عليك إيش؟ الأمور، لأنك أخذت بالبيضاء ليلها كنهارها. نعم. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ بعدي إلا هالك. أما من أخذ بالسنة يهلك، والله ما يهلك، لأن الله قد وعد بذلك، ووعد بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد. ولكن لما تركوا الكتاب والسنة ولم يأخذوا بالكتاب والسنة هلكوا. نعم.